رحت أنا وأحمد صاحبي من المدرسة، وإحنا نتفسح حوالين البيت بعد المدرسة، وقلنا ناخد معانا الحصانة بتاعتنا الصغيرة. أنا الحصانة بتاعتي اسمها ميراندا، وهو الحصان بتاعته اسمه كولومبو. ورحنا والشمس طالعة والجو جميل علشان نتفسح. وبعدين هذه الحصانة بتاعتي أنا اسمها ميراندا بيضة حلوة، وهو الحصانة بتاعته اسمه كولومبو لونه بني. احنا مربيين الحصان دي عندنا في الجنينة ورا، وهو الحصانة بتاعته مربيها في الجنينة ورا. وقلنا يلا نتفسح. ورحنا أول حاجة لقينا شوية جبال كده حلوين حوالين البيت وورد وجميل. قلنا نقعد نتفسح كده في الحتة دي شوية، وجبنا شوية أكل وشرب وقعدنا ناكل. وبعدين وإحنا بنتفسح كده هنا لقينا بعد كده وإحنا بنتفسح كده وعمالين نجري من هنا وهنا ونلعب، فرحانين الحصانة تجري قدامنا وتنط. حصان ميراندا بتاعتي تنط تقولي أنا فرحانة خالص، والحصانة التانية بتاعت أحمد كولومب بيقول أنا فرحان. وإحنا ماشيين بنبص كده لقينا بيضة. إيه ده البيضة دي؟ مين جابها هنا؟ بتاعت مين يا ترى؟ مين سابها هنا؟ وبعدين أحمد قال لي إحنا مفروض ما ناخدهاش ونمشي، إحنا مالنا، أحسن تكون بتاعت نسر ولا حاجة، يمكن يجي ياخدها تاني، هو عارف إن البيضة دي بتاعته. انا قلت له كمان بس ممكن نسيبها حد يعني يجي يضربها ويموتها. احنا قلنا يلا نشيلها معانا وخلاص، نشيلها على الحصان بتاع احمد كولومبو. رد كولومبو قالوا انتوا كل حاجه تقولوا انا اللي اشيلها، انتوا عمالين تشيلوني انا طول النهار، انا كان عايز العب معاك واتفسح. قال احنا خليك انت تشيلها شويه وميراندا تشيلها شويه. قال طب يلا حطوها على ظهري. حطيناها على ظهره ومشينا. ميراندا قالت مش المفروض انتوا تاخدوا حاجة مش بتاعتكو؟ احنا عارفين البيضة دي ما تسيبوها، بدنا نشيلها ليه؟ وبعدين منى رد عليها قالت لا سيبيها بس ناخدها معانا، حرام نسيبها. واحنا ماشيين لقينا بحيرة صغيرة فيها بطة. بطة طلعت قالت ايه ده؟ انتوا واخدين معاكم؟ بيضة؟ بتاعت مين البيضة دي؟ بتاعتكو؟ وبعدين احمد قال لا دي مش بتاعتنا، بس احنا لقيناها واخدناها معانا. قلت له لا. وبعدين احنا برضو خدناها ومشينا. لقينا البومة واقفة قالت لنا انتوا كل حاجة تيجوا تاخدوا حاجات مش بتاعتكو، البيضة دي بتاعت مين؟ ومنى قالت له مالكش دعوة انت يا بومة، انت بتحشر نفسك ليه؟ وكل واحد علينا بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ بتاعت ميراندا. قالت صح، مش المفروض انتوا تاخدوا حاجة مش بتاعتكو؟ انت تحبي حد ياخد حاجه بتاعتك يا منى؟ قالت لها لا، بس احنا مش هنعمل فيها حاجه، احنا بنتفسح وهنخليها تتفسح معانا. وبعدين احمد قال لها انا قلت لك بلاش ناخدها من الاول، هتعمل لنا مشاكل. منى قالت له لا ما تخافش، هي مش هتعمل حاجه، دي بيضه، وبعدين احنا ممكن نحطها في حته تانيه هنا ولا هنا وخلاص ونخلص. قال لها غلط، اللي انت عملتيه ده غلط يا منى. واحنا ماشيين لقينا بومة تانية واقفة على الشجرة وخفاش واقف، ولقينا تمساح طلع لنا من المية بيقولونا انتوا انتوا جيتوا هنا ازاي؟ وايه البيضة اللي معاكوا دي؟ قلنا ايوه، كل واحد قاعد يقولنا ازاي وفين والكلام ده، انت عايز انا عايز اكل البيضة دي. قالت له لا انت مش هتاكلها. وبعدين واحنا ماشيين اخدناها معنا وجرينا من التمساح، لقينا حاجة بتبص لنا من فوق. قلنا يا نهار ابيض، ايه ده غراب، يا خبر ابيض، بص بيبص لنا ازاي؟ طب واحنا نعمل دلوقتي؟ ده بيبص لنا الزهر البيض دي بتاعته، ونعمل يا رب؟ نقول له هنقول له بس؟ احمد قال مش انا قلت لك يا منى بلاش كده، انتي تاخدي البيضه بتاعه الغراب مش هيسيبنا، هيجي ينقر فينا ويعضنا بمنقاره، شايفه منقاره كبير ازاي ولا عينيه؟ شايفه عينيه؟ وبعدين ميراندا قالت انا راح استخبى، انا ماليش دعوه بيكو. وكولومبو قال انتوا السبب، خليتوني اشيله بس طول الوقت. طب هنعمل شوف بيبص لنا ده مش هيسيبنا. منى قالت يلا نجري من هنا،
هيجي ورانا، انا عارفه ان هو هيجي ورانا مش هيسيبنا. بتاعته البيضه بتاعته، البيبي بتاعه، ابنه، هنعمل ايه دلوقتي؟ وبعدين الغراب قال لهم استنوا عندكم، واخدين البيضه دي ورايحين فين؟ البيضه دي بتاعتي انا، ابني انا، ازاي تاخدوها من هناك وتشيلوها لغايه هنا؟ انا ما اقدرش اشيلها تاني وارجعها عشان هي تقيله خالص، اشيلها فين؟ ازاي تتعملوا كده في الناس وفي الحيوانات؟ انتوا ناس وحشه مش متربيه، انتوا ناس وحشه. دلوقتي انا اعمل ايه في البيضه؟ هاتوا بيتي، سيبوا بيتي، بيتي بيتي، ابني ابني ابني. وقعد يصرخ، نقول له بس اهدى اهدى، احنا مش هنعملها حاجه، هي البيضه اهي، احنا مش هنعمل لها حاجه، ممكن يسيبها هنا ونمشي. قال لهم لا، مش هتسيبوها هنا ابدا، لا زي ما خدتوها ترجعوها، انا ما اقدرش اشيلها واطير بيها، انتوا هترجعوها مجانا. وبعدين احنا ردينا عليهم ما نقدرش، احنا هنسيبها هنا. قالوا له لا، قال لهم انا هموتكم، سيبوا هتاخدوا البيضه بتاعتي تاني، سيبوا بيتي، سيبوا بيتي، هنعمل ايه؟ انا عايز بيتي، انا عايز البيبي بتاعي، ليه تعملوا كده؟ وبعدين واحنا واقفين نتكلم هو زعلان، عمال يزعق لنا، طب خد البيضة، هي احنا اسفين، انا مش هاخد البيضة، انتوا لازم ترجعوا مكانها، ما اقدرش اشيلها انا كل ده. واحنا راح ايه، حطينا البيضة جنبه وقلنا نضحك عليه ونمشي. قال انتوا مش هتمشوا، انتوا فاكرين هتسيبوا البيضة كده وتمشوا؟ نو، انتوا لازم تاخدوها ترجعوها مكان. اهي البيضة، هي يا عم احنا اسفين، اسفين يا غراب، خدها وخلاص. لا مش هاخدها. واحنا واقفين نتكلم لقينا البيضة فقست وطلعت منها كتكوت، ده نونو ده، يا حلوة انتي، جميلة قوي، لونك اصفر، ايه الجمال ده؟ ابني، اخدتوا ابني مني، ابني ابعدوا خلاص، انا هاخده واعلمه هنا ازاي يطير وطير معانا. وهو احنا اسفين خالص، والله انتي امورة، احنا ما نعرفش، ما نعرفش ان احنا خدنا البيبي بتاعك، احنا فاكرينها بيضة كده، انتوا كذابين، انتوا كذابين. دلوقتي انا اعمل ايه؟ اقعد لازم تقعدوا معايا هنا لغايه لما اكبرها واعلمها. قلنا له خلاص احنا عندنا خيمه، احنا لينا خيمه، وانت اقعد مع البيبي بتاعك في الخيمه الثانيه، وايه، وبعدين تلمها تطير وتطير. اوكي؟ قال اوكي. احنا قلنا له بس احنا لازم نروح. قال انتوا هتقعدوا معايا انا ساعه ساعتين لغايه لما اعلمه يطير، روح الخيمه بتاعتكم، انتوا كمان بتتكلموا؟ مش كفايه خدت البيبي بتاعي؟ قلنا له طيب. ورحنا قعدنا في الخيمه وهو قاعد يعلم النونو بتاعه البيرت، يعلمه يطير 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 لغايه لما الاثنين طاروا مع بعض. قلنا له باي باي، بس احنا قلنا بعد كده عمرنا ما ناخد حاجه حد، حرام يزعل البيرد او اي حاجه في الدنيا مش بتاعتنا ما ناخدهاش تاني. ودي مغامراتي النهارده معايا منى واحمد، باي.